السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نحضر معكم كيكه معلكه بالفواكه الجافه والشوكولاتة غبره. عندي في المكونات 4 البيضات، كاس ديال الزيت، عندي الدقيق حسب الخليط، 3 الخمارات حمرين، كاس ديال سنيده، عندي القرقاه والشريحة مقطعة والتمر مقطع، عندي كاس ديال القهوة، وعندي 4 المعالق كبار ديال الكاكاو وفانيا. بسم الله على بركة الله، نبدأ نحط المكونات في الخلاط الكهربائي، نضيف سنيدة، الزيت، الكاكاو، كاس ديال القهوة، نخلط المكونات مزيان، تنعزل منهم نص زلافة اللي بغيت نوضع فوق الكيكة في الأخير، تنضيف البيض، الخليط ديالي نطحنو، بعد ما مطحنتو تنخويه في الإناء فاش بغيت نخلط مع الدقيق، نخلط الدقيق مع المكونات مزيان، ونخلط الخليط ديالي، نضيف الخمارات وفانيا، بعد ما خلطت الخليط وحضرت الاناء فاش بغيت نخوي الكيكه ديالي، جيت باش نحضر معكم الشريحه والقرقاع والتمر اللي بغيت ندير في الكيكه ديالي، درتهم في الدقيق ديال الفرص باش ما يهبطوش ليا القاعده ديال الكيكه ويلصقوا في الطاوة، تنخلطهم مزيان بالدقيق ديال الفرص ونغرب لهم باش ما يبقاش ليا لاصق بزاف، ومن بعد تنخوي النصف ديال الخليط الكيكة في المول اللي حضرت، ورشيتو دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق، تنخوي النصف ديال الخليط، من بعد نشتت الفواكه الجافة ديالي في وسط الخليط ديال الكيكة اللي دوزتهم من الدقيق، كما شفتوا معايا على هذا الشكل، راه هاد الكيكه مشاهداتي ومشاهدية راه تجي معلكه بالفواكه وتتجي رائعه. نكمل النصف الاخر ديال الكيكه، على هذا الشكل نحيد الكيكه ديالي من الاناء كلها،
ونعاود نضيف الفواكه من الفوق. وندخل الكيكة ديالي الفران بعد ما كملتها رشيت عليها الفواكه الجافة، راه تيبقاو في السطح ديال الكيكة. نمشي باش ندخلها للفران، وجيت هنايا مشاهدية باش نحضر معكم واحد العصير نرافق به الكيكة ديالي. عندي في المكونات لتر ونصف ديال الحليب، عندي التمر محيدي ليه العلوف منقي، وعندي القرقاع. نخوي الحليب في الخلاط الكهربائي، تنضيف ليه التمر والقرقاع، ونخلط المكونات مزيان. نضعهم يطحنوا مزيان، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من والكيكة ديالي بعد ما خرجت من الفران طابت، وكما تتشوفوا معايا الفواكه راه بقاو فوق السطح ديال الكيكة ما هبطوش لتحت. ونزينها الخليط اللي نزلت في الاول ديال القهوه وسنيده والشوكولاته والزيت، ونبسطها فوق الكيكه ونرشها القرقاع من الفوق. وهذا هو العصير اللي حضرت معكم، كما شفتوا راه تيجي خاطر ولذيذ، ديال التمر والقرقاع وغني. والكيكة ديالي بعد ما زينتها كما تتشوفوا معايا راه تجي رائعة وخفيفة. نقطعها ونحطها في التبصيل ديال التقديم، وبالصحة والراحة مشاهدية. نتمنى باش تعجبكم الكيكة ديال اليوم مع العصير، راه تجي كيكة معلكة وخفيفة. قدمتها مع العصير بارد، ونتمنى باش تدعموني وديروا لي لايك، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.